مساء الخير ستيديو، اهلا وسهلا فيكي بلبنان. ميرسي، اهلا وسهلا بيك، وحشتوني. عودة بعد 12 سنة من الاعتزال لا، للفن. 18 سنة من الاعتزال. كيف بلش القرار؟ وامتى طلعتي ببدلة الرقص؟ بأي لحظة وقلتي لها أنا مش حلبسك تاني؟ الحياة ما يعني إيه، مش أنا السبب، كان بنوتي منا كان عندها 6 سنين وكانت في المدرسة، وبعدين جت في مره معيطه جدا ومنهاره، مالك يا حبيبتي؟ قالت لي بيقولوا لي يا بنت الرقاصه وبتعيط. قلت لها طب يعني لو انا بطلت الرقص هتتضايقي؟ مش هتعيطي يعني مع زملائك؟ قالت لي اه. قلت لها حاضر، وده كان قرار. خدت بنتي في حضني وبطلت الرقص من يومها. من يوم. بس في محل اخر قلتي حضرتك انه ما كنت عارفه انه الرقص حرام. هل تعتبري انه الرقص حرام؟ بصي هقول لحضرتك، انا جاوب عن نفسي ما مش بغيري. انا الرقص حرام بالنسبه لي، ماليش دعوه بالاخرين. انا ما ينفعش ابقى بصلي وجسمي بيتعر، ده بالنسبه لي انا، ماليش دعوه بالاخرين يعني. بس لو كنت عايزه تقولي كلمه لراقصات او صديقات زميلات بالمهنه، شو ممكن تقولي لهم بينك وبينهم عند ربط اعتزالك بالمهنه نفسها؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، على فكرة في الرقيصات في ناس قد كده كويسين قوي وقد كده بيعرفوا ربنا قوي. وهتستغربي ان انا كنت قبل ما اطلع على المسرح كنت بقرا الفاتحة. مرة نسيت الكعبلت ووقعت، على فكرة يعني ما هو مش لازم اكون عشان برقص ناسية ربنا خالص. شو بتفسري هجوم العروض بعد الاعتزال؟ يعني دائما في شغله بنلاحظها وكأن النجم، يعني البعض بيعملها قصد انه بيقول انا اعتزلت او انا تحجبت، فبصير العرض مغري اكثر. حكينا شوي عن العروض اللي صارت بعد الاعتزال. الحقيقة أنا بعد ما اعتزلت قفلت نفسي تماما، وما اديتش وغيرت تليفوني وعزلت من بيتي وقفلت على أنا وبنتي. يعني أنا اعتزلت وقعدت يمكن 3 سنين ما كانش حد بيشوفني، يعني قاعدة ببنتي. يعني أنا مطلقة من بابا وهي عندها 2 سنين، وقعدت أنا وبنتي وعيلتي ومامتي واخواتي كده، يعني ده اللي حصل يعني. بس اجالك عروض، يعني البعض منها جدا مغري والبعض منها راقي بمطرح. يعني اجالك عرض تدريب بالمانيا بمدرسه دربي للرقص الشرقي، ده حقيقي. بعرض مالي كثير عالي، وكمان عروض اخرى يعني ساعتين رقص لمجرد نساء بمبالغ ماليه باهظه. يعني كانه كان في امتحان لارادتك باكثر من مطرح. هقول لحضرتك حاجة، لما بتاخدي قرار من جواكي وانت مصدقة القرار ده، مفيش أي حاجة ممكن تغريكي. يعني أنا ساعة ما قالوا لي ألمانيا وكده مش فكرت في الفلوس، أنا فكرت إن أنا أسيب بنتي إزاي وبنتي تتألم تاني إزاي، وبعدين إن أنا أرقص في وسط ستات، ده أنا ممكن أرقص في فرح بنت أختي في البيت، لكن مش جاية عائلة كراقصة. يعني. مش جاية كراقصة أخد عليها أجر. المهنة خلص قفلنا عليها. قفلنا عليها. خلينا نشوف ريبورتاج بيلخص مسيرتك الفنية ونعود بعد الحوار. زيزي مصطفى بتقول أنا كنت بصلي وببكي وبعدها بدخل على الصالة. ده حقيقي. كيف هذا الشيء كان، يعني الانفصام داخلك كيف كان ينعكس على دورك بالبيت؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا أول مرة عملت عمرة ورجعت رقصت، كانت بدلة الرقص مش هزار بقى بتشوكني. يعني كنت أرقص وأرجع بتضايقني. إحساس نفسي يعني. إحساس نفسي يعني. بعد ما رحت عملت عمرة حسيت يعني، حتى لما الناس لما تبقى معجبة تقول لك يا حلوة يا قمر اديكي وردة، ابتديت أبقى شادة كده يعني، مش مستقبلة الجملة. بس هيدا الشيء يعني جواتك بيخلي إنسان باكي على طول، نادم وكأنه على الشيء اللي عم يعمله، وهذا الشيء لابد ما ينعكس بالبيت. يعني بده يبين بالبيت بطريقه تربيتك، باحتضانك، بالشعور بالذنب اللي عندك. كيف هذا الشيء بهالفتره اللي كنت بعد ما اخذت قرار فيها، كيف كانت تنعكس على البيت على تربيتك لمنا؟ الحقيقه هي منا اللي تجاوب على ده، لان انا شخصيا كنت بسيب منا مثلا الساعه 10 11 وانزل افرح واجي، هي تجاوب على ده يعني. هي ما اقدرش انا اجاوب عليه غير ان انا كنت ابوسها واقول لها حبيبتي طب يلا هننام في حضن تيتا، وانا شويه واجي، واجي بالليل اشيلها من حضن امي وتنام في حضني، واقوم الصبح افطرها واديها المدرسه كده يعني. بس ده بقى ما انا ما انا انا بالنسبه لي كنت بعمل ده، ما اعرفش عند منا كان شكله ايه. بس لما حسمتي حسيتي في فرق عندها؟ قوي قوي طبعا قوي. كيف كان شكله هالفرق؟ الفرق انها حست انها ان انا يعني على الاقل كانت بتنام شويه في حضن جدتها وشويه في حضني، بقت حاسه انها
يعني انا في حضني طول الوقت، ملتزمه بيها طول الوقت، اكيد الامومه واخدانها في حضني اكيد. يعني خلينا نسال منا عن السؤال، يا ريت هي اللي تجاوب على السؤال ونرحب فيها باستوديو كبرنا. اهلا وسهلا فيك بيروت. اول شيء معجبينك كثير بتعرف بيروت، كلهم قالوا لي ليلي مع منا واصلين لسلاماتنا جماهير. يعني انا متفاجئه على فكره، يعني انا ما كنتش متخيله كده خالص، يعني كنت متخيله انه شويه بس مش كده. فالحمد لله، يعني انا بحب بيروت جدا، وبجد مش عشان انا فيها بس، انا فعلا بحب بيروت جدا وبحب اهل بيروت، وميرسي جدا جدا ليكوا والله بجد، ثانك يو فعلا. اهلا وسهلا فيك. بدي بلش من الاسئله اللي واجهتهم للوالده وقالت لي اساليهم لمنا. في فتره كانت الماما محتاره بقصة شغلها وقصة معاناتك أنت من هالموضوع، كان عندك مضايقة منه، وهالفترة هي اللي بعد شخص ما حاسم قراره فيها بتنعكس عليه بالبيت، كنت تحسي عليها أنه نوعا ما عندها شعور بالذنب كبير تجاهك؟ أولا أنا عايزة أقولك أنه أنا لو كنت مكان أمي ممكن جدا ما كنتش أعمل كده. يعني هي عملت تضحية كبيرة جدا جدا جدا، أنا مش عارفة أنا لو مكانها أعمل كده ولا لا. ده اولا، فدي حاجه انا لما كبرت حسيت بيها، ما كنتش حاسه بيها خالص ساعتها. تاني حاجه، انا ساعتها كنت صغيره قوي، فكان بالنسبه لي مش بفكر زي ما بفكر دلوقتي، فكنت يعني مش فاهمه قوي، فكنت اللي بيتقال لي بيزعلني بروح اقوله لها، فهي اكتر حد بيحبني في الدنيا، فكانت بتزعل جدا من ده. انا افتكر ان امي فضلت لما حكيت لها القصه دي وانا صغيره، قالت لي طب خلاص ما تضايقيش نفسك، انا هروح احج وهرجع ابطل رقص، وراحت حجت ورجعت حجبت. يعني في اقول هلا منا اللي قطعت شوط بالفن طويل وفهمت الموضوع مزبوط، شوط قصير بس ملان، يعني مشان هيك سميته طويل. بس هو مش طويل. لا طويل بانجازاته، يعني اكثر من عملين بالسنه عم تعملي. هلا بتنظري لوالدتك وكانك حرمتيها من مهنه كان ممكن انها تبدع اكثر فيها بعد؟ يعني عندك شعور بالذنب تجاهها؟ هعيط بقى خلاص. لا هعيط بقى. منى عم بتقول انه هلا نقل الندم لعندها. الحقيقه هقول لحضرتك حاجه، ربنا اكرمني في اللي احسن مني ببنتي، والحمد لله انا مش ندمان. بتقولي منا انا وصغيره كنت بمثل عليهم، بعمل حالي عيانه وبعمل حالي عم ببكي وبعمل حالي عم. طب انا هفضح نفسي قبل ما ماما تقرر تفضحني. طيب انا وانا في المدرسه انا ما كنتش بحب الدراسه خالص، مذاكره بقى وكتب وكده وما بتخنق بصراحه، اوكي. فكنت دايما كنا بنصحى 6 الصبح عشان يعدي علينا الباص مثلا 7 الا ربع بتاع المدرسه، ونبتدي اول حصه كانت 7 ونص حاجه كده، فانا كنت بحب دايما اعمل عيانه من 6 ل 7 ونص 8 عيانه جدا 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 لحد ما اتاكد ان عدت اول كلاس اول حصه، فعمري ما هروح ارجع اخف بقى تاني واقعد. طب هذا الشيء لما بيتكرر ما كان حدا عم بلاحظ عليك انه عم تمرض كتير؟ لا، هي عشان بتحبني قوي فهي كانت بتصدقني، مش أنا عشان بصدق. انا شاطره والله، لا لا لا، بس عشان هي كانت بتحبني قوي فكانت بتخاف. يعني امي لحد دلوقتي اعطس، ما هو طبيعي انك تعطسي عندك شويه برد بس يو كان موف اون، تنزلي وتروحي وتيجي تقولي انت هيجي لك برد، انت عشان انت تعبانه، انت خدي مش يا ماما عادي البرد عادي، لا مش عادي. فهي من اقل حاجه بتخاف. قد ايه قدرت منها تستغل هالعاطفه اللي عندك؟ يعني يبدو خوفك عليها شديد. ابتزاز ابتزاز ابتزاز. لا هو بصي انا هقول لحضرتك حاجه، الحقيقه انا ما خدتش بالي انها بتمثل، هي قالت جزء في جزء تاني معاه، كان بترد على التليفون في البيت تعمل يعني التليفون يرن، الو عندها 5 سنين، مدام زيزي موجوده؟ مين حيسها؟ تقول لهم فلان مثلا. طيب هي مش موجوده مين انت؟ انا استغاله كده طول الوقت. خلاص مره تانية تمسك لي الكوبايه وتعمل لي مذيعه، سيسي مصطفى بقى انت بتحملي ايه؟ مره تانية تروح ماسكه حاجه عامله لي دكتوره وتكشف عليا، مره بقى ماسكه لي ورق وتكتب شيكات شيكات وتفرق على اللي في البيت شيكات،
ايه يا منة؟ تقول لي خد شيكات خد شيكات. طب عايزه صوره؟ يعني كانت بتعمل ده، كنت فاكراها لعبه طفله. منى جربت يعني تقلدي كمان الوالد بمطارح، يعني رافقتيها على شغلها باوقات معينه؟ اه مرتين ثلاثه يمكن وانا صغيره. قد ايه اثر هالشيء عليكي؟ كنت ببسط قوي. بتفسح بقى وببسط وكده وبرقص وبغني، وكنت ببسط. كنت تلبسي لها تيابه احيانا بالبيت تجربي ترقصي؟ مره لما نزلت لبست بدله رقص بس اتكعبلت وقعت على وشي لاني كنت قد كده. بتعرفي ترقصي؟ لا ما بتعرفش. لا ده حقيقي. طب هلا انت اللي عم تمثلي علي. عشان انا شفتك في مسلسل كنت بترقصي. بصي على قد على ما اسم كده يعني، على قد شفت كده ربنا يكرمنا. تمام. خلينا نرجع بالذكريات هلا استاذ زيزي ونشوف مشهد رائس لحضرتك من فيلم اضراب المجانين. خلينا نشوف. اوكي. على فكره انا عايزه اقول لكم معلومه، انا كنت حامل من في منى هنا في 4 شهور. ما فيني غير اقول اسم الله عليك اذا حامل. انا عامله 3 افلام وانا حامل في منى، الراقصه والطبال وارزاق يا دنيا مع الاستاذ نور الشريف والفيلم ده بس يعني، ويمكن اكتر. بس الراقصه والطبال من جنبي حتى واخدني، وكنت في خامس بقى في 5 اشهر. كنت عم تفرجي من جوا يا منى؟ كانت بترقص جوا عشان كده طلعت كده. بريك ونرجع بنتابع بعد حديثنا، والحديث هالمره حيكون عن الشائعات. منا كثير متواضعة انه مسيرتي الفنية مش طويلة، بس انه 18 فيلم ب8 سنين بس. كيف بلشتي؟ بلشتي بانك خفيتي هوية امك، خبريني هالشغلة. لا مش خفيت هوية امي 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 امك. امي كانت شايفة ان انا ابقى ممثلة شاطرة جدا، انا ما كنتش شايفة ان انا انفع ممثلة اصلا. فقالت لي خلاص الفيصل بيني وبينك تروحي تقدمي في فنون مسرحية، اللي هو اكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية عندنا في مصر. فقلت لها طب هطلب منك طلب واحد بس عشان كل الدكاتره اصحابها. قلت لها ما تقوليش ان انا بنتك، لو انا نجحت في هو عندنا بيبقى كذا امتحان بتمثلي كذا مره لحد ما بيبقى فيه تصفيات، يعني مثلا يبقى 3000 واحد متقدم يبقوا 100 عندن يبقوا 20، فاهمه؟ فانا قلت لها خليني اخش وسط ال 3000 وكده زيهم علشان خاطر انا لو نجح، يعني لو قالوا ان انا انفع يبقى انا انفع، ما قالوش ان انا انفع بكرامتي امشي اولا، ثانيا لو انت زقتيني ال4 سنين بتوع المعهد مش هتلب يعني مش هتشربيني للناس بالعافيه، فخليني هم يشوفوا انا ما اقدرش اشوف. وبعدين هي عشان امي فاكيد هتشوفني احلى واحده في الدنيا، مش بالضروره اكون كده. فانا قلت ان انا اخدها اروح اقدم في اكاديميه الفنون، لو قبلت قبلت، ما قبلتش خلاص. وانا حتى لما كنت بروح اعمل كاستنج لافلام وانا في اولى معهد ما كنتش بقول انا بنت مين، ما بحبش كده. مش هتنجحي بكرامتك او بنجاحك الشخصي. بكرامتي على عاطفي هالمره صابت، يعني هالمره عاطفتك قلت انه حتطلع ممثله جيده، كان عندك هالاحساس من جوا، وبنفس الوقت انت هربانه من الفن، يعني وين هالتناقض انه الام اللي هاربه من الفن بتقول لبنتها انطلقي الى عالم الفن؟ لا انا اقول لحضرتك حاجه، الفن شيء جميل جدا، بس احنا طول عمرنا من الافلام القديمه الراقصه 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 اللي بتتخطف الزوج اللي علما ان انا اعرف راقصات ولاد ناس خطفوا جوازهم، يعني دي المشكله اصلا. احنا باصين دايما للراقصه بصه يعني مش مظبوطه، لكن الفن من احلى الفنون، الفن ده شيء جميل يعني غذاء الروح. انا بحب الفن جدا، ولما شفت بنتي ده وما كنتش يعني انا حاسه ان ما كانش تنفع في اي حاجه في الدنيا غير التمثيل. يعني انا سالتها وهي في ثانويه عامه في ثانيه ثانوي، منى حبيبي تحبي تخشي يعني جامعه ايه بعد ما تخلصي ثانويه عامه؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لها نعم؟ قالت لي ما اعرفش. نعم. هي عندها اخت واخ من باباها يعني. قلت لها اخواتك اتخرجوا من الجامعه وانا قاعده لك مش؟ قالت لي ما اعرفش يا ماما.
قلت لها طب تحبي تكملي جامعه امريكيه وتطلعي يعني تشتغلي في بنك تشتغلي؟ قالت لي دي فيها كتابه كتير يا ماما. قلت لها سكرتيره؟ قالت لي كتير يا ماما. مش مع الكتب منها ايه؟ قالت لي لا انا ماليش. بقيت بحب القرايه جدا، بس انا كنت ساعتها مش قادره بقى. دايما بتحسي انه الحاجه اللي لازم يعني ايه، يعني انا كنت ببقى شاطره في التاريخ علشان كنت باخده از ان هو معلومات عامه وبالظبط، انما لما احس انه لازم اهنج ما اعرفش اعمل حاجه. خلينا نستعرض اعمالك بهالروبورتاج، اعمالك الكتيره. عالم الفن والنجوميه والنجاح ما بيخلى من الوجع منه. شائعات لحقتك بشكل كثير في ضغط، كيف بلشتي ردود فعل صعبه ووين وصلتي هلا بردود الفعل؟ اول بصي اشاعات ما بتضايقنيش خالص، يعني بشوفها اجتهادات سخيفه. ففي مثل بيقول لك ايه، عتاب الندل اجتنابه، اللي هو طب خلاص قول، يعني بما انك ادرى مني بيا فقول، يعني مش هديلك اهميه انت عايزها. فبالتالي الحاجات اللي كلها غلط بتكبر وتسكت لوحدها، بتخلص. وانا اشتغلت شغلانه رضيت بشكل كبير ان اكون شخصيه عامه، بمعنى انه اي حد من حقه يقول عليا اي حاجه، بس انا بقى اللي اقدر اعمل حاجات وما اعملش حاجات، يعني تصرفاتي هي اللي تحكم الحاجات اللي انا اقدر اوصلها للناس، بس ما اقدرش امسك خالص لسان الناس. فبالتالي اللي بيتكتب ما بيضايق، يعني الاول كنت بتضايق بصراحه، اول سنه يمكن كنت بعيط وبتضايق وبدبدب في الارض واقول لها مش عايزه اشتغل واتضايق وكده، وبعد شويه لقيت ان هو طيب خلاص كل حاجه في الدنيا ليها سايد كويس وليها سايد. بس في كمان منا احيانا يعني ما بدي اقول تناقض، بس مثلا قصه المخرج خالد يوسف كان في قبل انه ما في شيء انكرته هالشيء وفجاه اعلنته وبعدين اتركته، يعني هذا الشيء بيخلي الناس احيانا تقول انه قالت ما في شيء وطلع في شيء، ليه بدي اصدقها بغير اشياء؟ لما ما كانش في حاجه قلنا ما فيش حاجه. ما كنتيش بتخبي يعني؟ لما بقى في حاجه قلنا بشكل رسمي ان في حاجه، ولما خلصت الحاجه قلنا برضو بشكل رسمي انها خلصت الحاجه، بالعكس يعني مفيش كده خالص. كان له راي فيكي منا يعني جمله انشهرت، متفجره انوثه. ده مين؟ رضوان خالد يوسف. ده رضوان الكاشف اعتقد. نعم. اللي قال كده، اعتقد ان رضوان الكاشف اللي قال كده. الجمله بحد ذاتها بتلفت نظر، متفجره الانوثه. قد ايه برايك هذا الشيء بيفتح ابواب؟ ابواب ايه؟ خجولة انت. ابواب ايه؟ ما هو الديبندز ايه الابواب؟ ابواب الفرص يعني. نجمه جميله يعني، كمان لو النجمه شاطره جميله هذا اضافه كبيره. ليا راي في موضوع الجمال ده، يعني انا مثلا لو تقولي لي مثلا، ومش عشان اسمع العكس، عشان انا دي رايي في نفسي، انا بشوف ان انا مش بنت جميله، انا بشوف ان انا روحي حلوه بس انا مش بنت جميله، يعني في احلى مني كتير بس ربنا حباني روح حلوه قوي مش شكل حلو قوي، يعني ممكن يبقى شكلي كويس الحمد لله بس روحي احلى من شكلي، ده انا بشوفه يعني. بس الانوثه يعني والجمال بمعنى معين، يمكن معنى انه الجاذبيه بيختلف عن موضوع الجمال والمقاييس. بس هقول لك على حق، هي اي بنت هيتقال لها كده هتتبسط قوي طبعا، بس انا بشوف برضو انه التمثيل ملوش علاقه بتفجر الانوثه، يعني باستثناء مدام هند رستم الوحيده، وهي دي الوحيده المتفجره الانوثه ابد الابدين يعني، بس انا قصدي انه الموهبه اهم بكتير من الشكل من وجهه نظري، انه حد ممكن يبقى شكله حلو جدا جدا بس ممكن ما يكونش موهوب قوي، بس ممكن يبقى حد شكله معقول ويبقى موهوب جدا. بس هذا الشيء ما بيخلي احيانا يعني بدايتك كانت بدايات فيها اغراء، ما بيخليكي هذا الشيء احيانا تكوني هدف؟ يعني هالنوع من الجمال بيخليكي تكوني هدف؟ هقول لك حاجه، يعني عشان برضو ابقى واضحه جدا، لما جالي فيلم الساحر انا كنت وجه جديد، فاي فرصه هتجيلي مشهد مشهدين ثلاث مشاهد هعمله بغض النظر. فلما جالي بطوله من اول الفيلم لاخره مع استاذ محمود عبد العزيز ومع الله يرحمه استاذ رضوان الكاشف، فبالتالي دي فرصه بكل المقاييس بغض النظر المحتويات الدور عامله ازاي. وفي ناس مثلا لحد دلوقتي بتقولي انا شايفه انه احلى فيلم عملتيه الساحر، وفي ناس بتشوف انه هو فيلم مش حلو خالص. بس بدايه جريئه لا شك. بس ما هو هقول لك على حاجه، انه احنا برضو حبينا السينما من ناس كان عندهم جزء من الجراءة، يعني الممثلة اصلا في لازم حتى لو مش بتعمل ادوار اغراء لازم بيبقى عندها مساحة من الجرأة ان هي ما تشوفش كمية الناس دي وما تشوفش الكاميرا دي وتتعامل على انها فعلا في حالة او مود معين او تتقن ما تفعله. نعم. فده بالتالي محتاج شوية كتير جرأة. خلينا نشوف على كل حال مشاهد من الساحر. اوكي.
ماما شو كان رايك بهالدور؟ شو كان رايك بهالدور بس خلصت منه؟ انا هعلق بس على حاجه. الفيلم ده عمل لها مشكله مع ابوها وعمل لها مش بالمناسبه يعني معاكي ومعايا ومع ابوها. بس انا هقول حاجه الحقيقه، الله يرحمه الاستاذ رضوان الكاشف كان بيعمل الكاستنج لبنات كتير جدا. طلبني لما جه يتفق مع منى، بس ده اللي قالوا لي، قال انا شفت 300 بنت، احلى ما بنتك روحها، انا عايز بنت كده عندها 17 سنه توقف. بس هي قالت في مكان هيك بحديث انه ماما لطمت في الشعب. لطمت فعلا؟ لا لطمت في مهرجان سوريا ومسك ايدي. ليه حسيتي انه هذا الشيء؟ لان ما شفتوش، لانه بخوف. لا ما شفتوش الفيلم وبعدين لقيتها بتعمل كده، وبعدين هي متربيه في حضني، خفت باباها ياخدها مني، يعني احساس فظيع يعني. خفت يقول انه تربيتها او شيء بخوف؟ لا 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 لا. وبعدين يعني حسين فهمي ربنا يمسيه بالخير قال لي انت ناسي انك فنانه، قلت له طيب حاضر، يعني في لحظه نسيت. منا لاحظت شغله من اول الحلقه لهلا، لما بيطلع مشهد لإلك بتبرمي راسك وتطلعي على غير ميلي. شو القصه؟ كأنك ما بتعودي معنا يعني. لا مش كده، انا تعودت اشوف نفسي دلوقتي، يعني تعودت اتعود ابص على نفسي، بس دايما لما بعمل فيلم ما بحبش اشوفني. ليه؟ يعني احب اشوف كل الناس وما احبش اشوفني، لانه ببقى حاسه انه كان لازم اعمل احسن ما عملت، فببقى متضايقه قوي فما ببقاش مبسوطه. عندك تناقض بمحل، يعني في مشهد جريء وتمثيل بانطلاق كانك مش مكبله ابدا، وعندك خجل ودمعه بعينك ما بفهمهم. والله ما دمعه خالص. مش دمعه دي. يمكن الاضاءه ولا حاجه. لا بصي ما فيش حد، اصله صعب اقعد اقول لك انا خجوله انا خجوله، ممكن الناس تفتكرني بمثل يعني، بس انا ما يعني زي اي بنت في الدنيا يعني، لما بيتقال لها كلام كويس بتتكسف، لما بتشوف حاجات بتتكسف يعني. ممكن دلوقتي وانا بتفرج يعني مثلا تحديدا الساحر ودور اسمه توحه في اين قلبي، مسلسل بتاع مدام يسرى، انا ما بعرفش عملتهم ازاي، كنت قوية كتير في هذا الدور، كنت كتير يعني قوية. أنا فاكرة أنه أيام أين قلبي أنا كنت مبسوطة جدا أن أنا بشتغل مع مدام يسرى، لأني بحبها حب جام، بحبها 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 بحبها. بعد هالدور لما قلتي أول مرة بمقابلة أنا خجولة ما صدقتك. ما أنا هقولك بقى، أمي بقى يعني ما فيش كده يعني، أقرب حد ليا في الدنيا أنا كنت قاعدة عندها في الأوضة بنتفرج على أول حلقة، وبجد وحياة ربنا، بس قالت لي مين دي؟ جاتك القرف، اطلعي بره. قلت لها ليه يا ماما كده؟ ده تمثيل يعني. قالت لي انا كرهتك والناس هتكرهك، مين دي؟ ده حقيقي، ده حقيقي حصل. ليه حسيتي هيك؟ اتخضيت. قلت لها احبطتيني جدا على فكره، طبيعه الدور. لا لا لا، قلت لها انت احبطتيني جدا. انا كنت لو كانت امي مثلا بتشتغل في بنك مصر كانت قالت لي ايه ده انت فنانه عيب، يعني لازم تقدري شويه المجهود اللي انا بذلاه وكده. بتشوفي انه هذا نوع من التشجيع انك تلوميها هالقد؟ لا هي لسه ما كانتش يعني، هي في أين قلبي كان بقى تاني عمل يعني، لسه أنا مش متعودة، ولقيت بنت رافعة حاجب ومش يعني اتخضيت، قلت مين دي؟ إيه ده؟ أنت معايا في البيت بالطريقة دي؟ إيه اللي بتعملي ده؟ قالت لي إيه يا ماما؟ في إيه يا ماما؟ قلت لها ماما ماما إيه؟ نمشي مش طايقاكي. تليفون رن، أنا عندي خطين، إيه منى اللي عملته ده؟ إيه منى اللي عملته ده؟ رحت فجأة فاصلة وابتديت احس ببص لها كفنانه، انا كنت ببص لها كام. اعتذرت منك يا منى بعد التليفونات؟ اعتذرت؟ لا 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 لا، انا ما اعتذرتش يعني. قالت لي ايه؟ طيب بيقولوا عليكي كويسه وكده وما نشوف بقى. ما بتزعلي إيه؟ لما ماما بتاخذ الايجابيات من الناس وما بتاخذها منك انت؟ يعني انت شرحت انه هذا الدور وطبيعته، ما صدقت الا لما حدا تاني قال. لا حبيبتي، انا هقول لك على حاجه، سوري يا ماما، انا بشوف انه التحدي اللي بجد انك ما تعمليش حاجه شبه شخصيتك، لانه شبه شخصيتك ده ممكن تعمليه عادي يعني، ما فيهوش تشالنج، ما فيهوش تغيير، ما فيهوش يعني ما فيهوش تميز خالص. انك تعملي حاجه شبهك ده عادي، ما هو انت بس لما سوري انا اسف اتفضلي، بس لما تعملي حاجه فيها كتير مش منك تروحي لشخصيه توتالي ديفرنت، هو ده بقى اللي فيه تعب يعني. هون الانجاز، هون الاضافه يعني. بس بنستنتج على كل حال من الحديث وكانه منا لا تستشير الوالده قبل الاقدام على اي عمل. بتجاوبيني بعد البريك. افضل طريقه للدفاع عن رصيدك هي الهجوم. منافسه كانت شرسه. عم تضحكوا يا حيل. انا ما قلتها. برحب فيكم مشاهدينا على اسبوع جديد وحلقه جديده من برنامج الفهد.
منا كان السؤال قبل بريك انه واضح من المفاجآت اللي بتتفاجأ الوالده بالمشاهد انه منا لا تستشير الوالده بالمواضيع الفنيه. لا مش ما بستشيرش ماما عشان حاجه، بس انا في الاول يعني بحس انه ايه بستشيرها بس بعد ما ببقى إيه يعني اقرا الاول الفيلم او المسلسل بغض النظر، واحس انه متردده، اصله في ممكن اقرا فيلم واحس انه مش حاسه ان انا عايزه اعمله، فبالتالي ما بستشيرش حد، يعني انا مش حاساه خالص. وفي ممكن فيلم احس ان انا لا عايزه استشاره يعني. بس لما بتكوني مأكدة أو مرددة ما بتسألي حدا، بس لما لا معلش ممكن لا أنا أرد في دي. مرة قلت لها منى المنتج كلمني قال لي منى لازم تعمل فيلم ده وشوفيه وقريه، وقريته لقيته حلو قوي. منى الفيلم حلو اعمليه، قالت لي اعمليه أنت يا ماما أنا مش حاساه. هي ما بتقدرش تعمل حاجة مش حاساه. الفكرة أصل أنا مش بقى يعني أنا بشوف إن إحنا محظوظين كممثلين وكده، إن إحنا مش بنشتغل شغلانة علشان حاجة إلا عشان إحنا نتبسط ونبسط الناس. يعني لازم أبقى مقتنعة وحساها علشان أقدر أصدقني، عشان تقدري أنت تصدقيني. بس السؤال هو لانه الوالده عم تتفاجئ بالمشهد وكانه منا عارفه من البدايه. لا ده كان اول فيلم، ده اول فيلم. بس بعد كده يعني حتى اين قلبي، هي كانت مبسوطه بالفكره، لانه ده الحقيقه انه انا يعني هفضل اقولها لحد ما اموت، انه مدام يسرى هي السبب ان انا اعمل المسلسل ده، وانه انا ما كانش ده دوري، كانت بعتلي دور تاني خالص، كان دور واحده صاحبه مي عز الدين بنتها. فانا ما كنتش حاسه ان الدور ده ممكن يعمل لي ستاب بعد ما عملت الساحر، فمدام يسرى كانت مصره جدا ان انا اعمل الدور ده. عودة للتمثيل بعد 18 سنة اعتزال للرقص، هلا رعدتي بس للتمثيل لمجرد ادوار معينة كمان؟ استشرتي منا لما كنت حتعملي هالفيلم؟ لا الحقيقة لا، الحقيقة فوجئت بيا لان انا هنيدي كلمني ومدام اسعاد، قمت عملت ضيفة شرف فيلم، قالت لي يا ماما، قلت لها معلش وحشني الشغل، نزلت كده وكده دوري. ما كانت مع الموضوع؟ لا ما يعني هي قالت لي انت عايز تعملي كده انت حر. يعني ما هي في الحقيقه تقول لي انت لو كده مبسوطه خلاص. منا شفنا زميلاتك بادوار بجسدوا شخصيات معينه، يعني شفنا منى زكي بقصه حياه سندريلا، منا شلبي بمين بتحلم؟ انا يعني انا بحب كل الممثلين بصراحه، يعني مش دبلوماسيه والله. ممكن جسد دور مين من الممثلات؟ بصي انا اجبن من اني اعمل كده، يعني منى اجرأ مني في كده، يعني انا اجبن بحقيقي ان انا اعمل كده. لان شو بتخافي؟ لانه في يعني مثلا انا احب جدا مدام سعاد حسني، احب جدا جدا مدام ناديه لطفي، واحب جدا مدام فاتن حمامه، واحب جدا مدام شويكار، ويعني وهقعد اعد لكم مدام ميرفت امين ومدام يسرى. بس القصه كلها في انه في ناس انا بشوف ان انا اجبن من كده، لانه اتحفروا بقلبك بشكل معين. يعني ام كلثوم مثلا، صابرين عملت الدور بنجاح بس جدا. بس الفكره انك ما جيتيش على السايد الانساني بتاعها، تناولتي قصه ان هي ست كانت بتشتغل بالشكل الفلاني، وده فلان كان متقرب ليها وبيحبها، وفلان كان متقرب ليها وبيحبها، يعني تناولوه بشكل معين. حتى سندريلا انا ما شفتوش كله، بس منى لما جت تعمله برضو عملت من خلال سايد معين، الشيء اللي يعني بيقدروا ينشروه من الموضوع او الشيء اللي حتى واضح لهم. لو حدا قال لك انه انا بدي جسد قصه حياه الوالده وبدي اياكي انت تمثلي كل التفاصيل، لسه مسؤوله السؤال ده بره؟ شو؟ لسه مسؤوله السؤال ده بره دلوقتي؟ يعني شو بتقولي؟ قلت والله يعني امي لو قررت ان انا احسن حد يعمل قصه حياتها، لو هي عايزه تعمل قصه حياتها، ده شرف بالنسبه لي بصراحه. بس ماما عم يعني حضرتك عم بتشترطي انه منا توافق على كل التفاصيل اللي ممكن تنشريها بمذكراتك، يعني قلتي انه انا ممكن اكتب مذكراتي على شرط انه منا توافق على التفاصيل، وكانه في نقاش صار بالموضوع. لا مش عشان كده، في حاجات في بدايه حياتي التعب والمعاناه واللي انا اشتغلت والفقر ممكن يضايقها، ده وديني قلته دلوقتي، ممكن يضايقها. بس قلتي انه في تفاصيل يعني انا بدي اقولها كلها بصراحه، ان كان ما حدا حياته خاليه من الخطا، انا بحياتي في اخطاء، بس اذا وافقت منا على اني احط هالتفاصيل كلها بعلاقاتي وبحياتي وباخطائي قد اقدم على الموضوع. سوري انا اسف، في فرق كبير ما بين الاخطاء والفضائح. الحمد لله احنا ما عندناش فضائح، ما عندناش عندنا اخطاء فنقدر نقولها.
فاهمة قصدي؟ ليش لكن مش ترضى موافقتك؟ انت رافضه الموضوع لا ده ادب جم من امي يعني، في الاخر امي تقرر زي ما هي عايزه، يعني امي لو قررت تعمل اللي هي عايزاه انا اقل من اني اقول لها لا، بس هي من كتر ما هي بتحبني واحترام كبير قوي منها ان هي تقول لي كده بيبقى في شيرنج في الراي، بس في الاخر دي امي يعني، انا عمري ما هقول لامي اعملي ايه وما تعمليش ايه يعني. يعني ممكن نقول انه منا بالكلام اللي عم تقوله هلا هي ما انا رافضه؟ لا خالص، هي عمرها ما رفضت، بس بقول ممكن يعني ايه في بدايه حياتي ان انا تعبت وان انا اشتغلت وقعدت في اتوبيس عشان اطلع سحره سيتي عندي 14 سنه ويبقى بيضحك عليا في الاجر ومش عارف ايه يعني في حاجات ممكن يعني ما اعرفش ده يعني اللي هو كان بالرجوع لحياتك هناك في شريط ماساوي منذ الطفوله، يعني في حدا تشرد ما ربي ببيت اهله، في موضوع ام تخلت، ربيتي عند عمك، في وجع عشتيه من الصغر. شو اللي خايفه انك لا لا ما فيش ما لا انا بقول يمكن ما تحبش ده، بس هي تعلمه تماما، هي عارفاه ان انا بابايا مات وامي جوزت غير بابايا ومرات عمي ربتني وعذبتني ماما. انا القصه دي عارفاها 90 مره بقى، ما تقوليهاش عشان لو هتعمليها في كتاب حتى حد طيب يشتري أوكي. يعني ليش يا منى خليها تحكي. لا ام يعني ما ده كتب يعني حضرتك جبتيه من جرايد. نعم. بس ام ما فيهوش حاجه يعني ما فيهوش حاجه تخجلني يعني. طب وموضوع يعني وكأنه عندك ما عندك ثقة كثير بالرجال بهالايام، يعني عندك 6 زيجات وست انفصالات وبنتيجة انتهيتي وحيدة، كيف تنظري للرجل هلا بعد التجارب كلها؟ أنا كنت محظوظة على فكرة، أنا يمكن كنت المفترية، أنا كان يعني ربنا يخلي لي منة، قبل منة أنا عندي إخواتي كنت مسؤولة عنهم، كان مشكلتي في الطلاق إن كل راجل عايز يقعدني، وأنا عندي 5 أخوات بأمي كنت رافضة ده. المسؤولية الكبيرة اللي خلتهم ما يستمروا بالزواج بقى يعني كل يعني شوية بطلي، لا ما أقدرش أبطل، لا ما أقدرش أستمر بننفصل، وبالمناسبة هم أصحابي، في منهم 3 أصحابي بمداماتهم بأولادهم، يعني ما كانش في خلاف في الرجل أو فيا، في خلاف على أن أنا دلوقتي فلان وما ينفعش أنك تبقي بترقصي وأنت يعني كده يعني. استغنيتي عن الرجل لأجل المهنة واستغنيتي عن المهدي لأجل منا. حقيقي انا بحب مع انه الوضع المادي بتشكي منه من اكثر من مره ولا يزال مستمر، يعني شو اللي بخليك تستغني عن هالشيء لاجل احد الرجال اللي تزوجتيهم؟ لان انا احساسي باخواتي وامي وكده كان مهم جدا ان انا ابقى واقفه جنبهم. بس منا انتصرت على الاهل كلهم. الاهل انتصرت طبعا. منا عقدك هالشيء بمحل يعني لما الام بتكون مزوجه زيجات كثير، لما في طلاق وتربيه لحالك، لما البي بيكون حتى متزوج حدا من سنك، يعني في اشياء كثير فيها ضغط على حدا بعمر صغير. بصي في جمله قالها استاذ يوسف شاهين في المصير على لسان استاذ نور الشريف لهني سلامه، انا مش فاكره الجمله نصا، بس هي بما معناه انه الخايب اللي يقعد يقول اصل انا اهلي اتطلقوا وسابوني صغير وعايش لوحدي وحتى عرفت من البيوغرافي اللي بيعملوها الاوباما اللي اخذ الحكم انه كانت حياته الاسريه غير مستقره وحول ده الى جود انرجي وعمل حاجه في الاخر، ما احنا لو قعدنا نقول اصله عملوا فيا وسووا فيا والحمد لله ما حدش اذاني يعني في الاخر ده بس منا هيدا الشيء بتوصلي له بعد ما تنضجي وتكبري وبعد ما مرقتي ب 18 فيلم وعشت شخصيات مختلفه، بس بالطفوله بيوجع بمطرح، بالطفوله بتحس البي منه موجود. بس بقى ربنا بقى عادل جدا في المنطقه دي انه في الاخر خلاني اشتغل شغلانه ينفع كل ده يطلع فيها وتبقى حاجه كويسه. بتغضبي بتعاتبي احيانا بتقولي لبيك كلام معين احيانا بتقولي لا 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 بصي الغضب الطبيعي يعني. ابوي عاقل قوي 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 وحكيم جدا وبالعكس احنا اصحاب اكتر ما مننا اب وبنته يعني حتى مره رحنا بعد البريمير بتاع هي فوضى رحنا نتعشى مع بعض فانا كنت نايمه في حضنه كده فالراجل الجرسون عمال بيبص قال له دي بنتي قلت له ايه بابا ليه بتقول له كده قال لي عشان ما يفتكركيش بحبك وعشان انا جايب واحده قدك من اسبوع عم يحميكي يعني عشان هو ممكن يحب واحده قدي عادي بس ابويا الحمد لله انا كمان محظوظه باب ناضج وحكيم بعالم الرقص والراقصات هل يعني حكيت عن كمان عن زملائها بايجابيه كبيره يعني بعالم الرقص والراقصات الغيره بتكون اشد لانه لا. بحاجه انك تجذب الجمهور بالحركه لا خالص ما كان في غيره بوسطكم محظوظه جدا يعني انا من الراقصات اللي وانا ببتدي عندي 14 سنه وخارجه في يناير في شتاء في لوكاندا في مصر
نجوى فؤاد، بالنسبه لي نجوى فؤاد. قلعت الفرور بتاعها ولبستوني، قالت لي عشان ما تاخديش برد. لا بس خالص. الرقصات يعني نوع، يعني الجمال والشكل مهم جدا يعني بالاداء. وحضرتك اسم الله طويله القامه وطرفت نظر، قد ايه هالشيء كمان كان يخلق عند البعض انه في جمال اكثر؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ربنا كرمني برضو كرم الحضور، يعني هو دايما الجمال شيء مهم، بس انا مش جميله بس مقبوله. بس الحمد لله كانوا بيقولوا لي بالكلمه باللبناني ليكي طله، يعني يعني طب هتطلي هيدي كان بدك عب عالي ولا كيف كنت ترقص؟ لا انا وعوز بالله من قلت انا وساميه جمال اطول راقصتين. كيف شو كنت تعملي؟ كنت ترقصي ولا حاجه؟ برقص من غير الجزمه ومن غير كعب. نحن حنرجع نذكرك بهديك الايام، نرجع نشوف سوا كمان لوحه راقصه من فنانه منطلقه عن جديد، ناخذ رايك فيها كمان بعدين. اليونار تفضلي. اتفضل. يا ريت. منك كنت عم تراقب الرقص، كنت عم تراقب الرقص وحسيت هيك بعيون الوالده عم تطلع فيكي كمان انت عم تراقبي. كنت بتابعي الراقصات ومين كانت نجمتك؟ انا بحب الرقص قوي اصلي، يعني بحب الرقص كله، يعني بحب الرقص الشرقي، بحب الرقص عموما، وبشوف انه من الفنون الصعبه جدا لانه ليها علاقه بالودن وازاي تحولي عضلاتك لانها تبقى ماشي مع تيمبو المزيكا، فمحتاجه يعني ابداع خاص، مش اي حد يعرف يرقص كويس. والحقيقه انها رقصت حلوه قوي. بس انا كانت نجمتي المفضله تحيا كاريوك. مش ماما. بعديها ماما. مش سيكا ترخيرك. لا يا ماما الفن اذواق عادي ما فيهاش حاجه يعني. منا بتشوفك رقم اثنين بموضوع الرقم. لا 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 اعيش بقى، لا 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 ايه، بص بص لما تقارني جنب تحية كاريوكا ده انا مش هبقى رقم اثنين، لازم ابقى رقم بعد تحية ب 100 يعني. برافو يا ماما، ربنا يخليك. بس حددت منا يعني كانت صريحه، ومش لانك والدتها قالت انه انا في تحية كاريوكا وبعديها. عايزه اقول لك على حاجه، ماما مثلا لما تيجي تشوف مثلا مسلسل او فيلم فيه حد ممثل ممثله كويسه جدا، بتيجي تقول لي انا دي البت دي بتمثل حلوه قوي على فكره وانا بحبها قوي. فيعني انا قصدي انه لا، في مساحه من الحريه في ده، مع يعني بالعكس امي دي اهم حاجه في حياتي على فكره. ده على سعيد الأمومي. اذا كمان صريحه، اذا طالعه صريحه لامك، نجمات اللي عم تشوفيهم هلا من جيل منا، مين نجمتك المفضله فيهم؟ بص انا هقول لحضرتك حاجه، يعني تعتبر منا من يعني من اخر البنات اللي طلعوا، يعني منا لو بصيتي كده هتلاقي منا في قبليها اللي بخمس سنين واللي بثلاث سنين واللي بسنتين. يا ماما مين بتحبيها؟ ثانيه واحده بتقول من جيلك ومن جيل منا بالنسبه لي، لكن اللي قبل منا برضه. كل واحده منهم ليها، يعني انا بحب منى جدا وبحب حنان جدا. لا امي بتحب منى زكي وحنان ترك جدا. بحب يعني أقول. عايزه اقول لك سوري يا ماما انا اسف، مع انه سؤالها يعني، بس انا قلت اتكلم. انه ماما دايما على قناه ما بتعيد الافلام كتير، اوكي؟ دايما امي في لينك بيني وبين اوضتها، يعني اللي امي تتفرج عليه في اوضتها انا اتفرج عليه. فامي دايما الاقيها جايبه افلام حنان ترك تقعد تتفرج عليها، جايبه افلام منى وتقعد تتفرج عليها، يعني امي بتحب الاثنين قوي. طب ما دام بتشوفوا نفس القناه ليش ما بتشوفوها بغرفه واحده؟ لا علشان الطبيعي انه ما بنبقاش قاعدين مع بعض في نفس الغرفه. لا هي في اوضتها. طبيعي انه ما تبقوش قاعدين مع بعض في لانه انا اتحدى انك تقعدي مع امك في نفس الغرفه. اتحدى. هي في اوضه وانا في اوضه. لو طلعتي بتقعدي مع امك في نفس الغرفه يبقى انا عندي مشكله. لا لحظه. في مشكله فعلا. لا هي اذا انتوا كل حدا في اوضه وعم تحضروا نفس الفيلم. لان بنحاول انا سوا. لا يعني انا مثلا ممكن تبقى ماما بتتكلم في التليفون وعندها حاجات بتعملها وبعدين تتفرج على الفيلم، انا ممكن ابقى قاعده على الانترنت او بقرا حاجه وبعدين فجاه افصل اتفرج على الفيلم، يعني احنا الاثنين ممكن نعمل نفس الحاجه بس مش اتس نوت جاب، يعني ده مش جاب بيني وبينها، لا بس كل واحد ممكن يبقى بيعمل حاجه ثانيه. مستقلين نوعا ما بالاشياء اللي بتحبوها. خلينا نشوف مشهد من انت عمري. اوكي. لمنى شلبي ولا هاني سلمى. اوكي. عنيفة وشرسة بالغرام هيك. بصيت بصيتي يعني مرة بصيتي أبص أهو. عنيفة وشرسة بالغرام. بس أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة جدا، إنه أنا من أكتر الأدوار اللي بحبها أنت عمري.
وكنت دايما وده مش علشان انا بنت كويسه او لا، بس اي بنت بتحس شويه تحب تحافظ على بيتها، واي بنت بتحس شويه ما تحبش انها تاخد حد من حد، فاهمه؟ فبالتالي حتى لو انت مش كويسه واخدتي حد متجوز انت عندك عذابك برضو. يعني في فيلم اسمه عن العشق والهوى، كانت الست مش كويسه خالص، لا هي حبت راجل متجوز بس كان عندها عذابها برضو. يعني قصدي انه التحمل، يعني نيلي في الفيلم ما تقدريش تكرهيها مع انها حبت راجل متجوز، والست مرات الراجل ما تقدريش تكرهيها. حاله انسانيه ممكن نفهمها طبعا، بس انا بقول الحاله اللي بتعيشيها احيانا هذه حاله انسانيه، ما فينا نحن نحكم عليها نقول فلان سيء او جيد، ما في حدا يكون مطلع حدا. بس انا اللي عم بقوله انه احيانا نلعب ادوار بتناقض اشياء بنعيشها، هذا الشيء بيعذبنا او بيعلمنا. هي بصي ساعتها ما كانتش بتناقض، فاهمه؟ لا ساعتها انا بقول بس تشوفيه بعدين، يمكن بس تشوفيه بعدين. بالعكس انا عايزه اقول لك انه انا اللي بيهمني بعد اي دور اعمله اني الاقي ناس تقول لي انا كنت الست دي، او انا شبه الست دي، او انا حسيتك في ده. يعني انا النجاح بالنسبه لي ان الناس تحس بيا في الدور، مش اي حاجه تانية، فاهمه قصدي؟ عندك ثقه بالرجال اجمالا؟ عندي ثقه بنفسي اجمالا. بس عندك ثقه بالارث؟ شكرا والله. بتقولي بمكان ما انا لو تزوجت رح اعتزل، مستعده اعتزل. انا قلت كده بجد؟ انا قلت كده؟ يستحق انه تعتزلي؟ اولا ما قلتش كده خالص. ما قلت هالشيء. لا ما في رجل يستحق انك تعتزلي. لا 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 لا، المواضيع مش كبيره كده. اتكلم طيب. لا هو الفكره في ايه؟ الفكره انا ما اقدرش دايما اقول لك فلانه دي غلطانه انها عملت كذا. ليه؟ علشان انا ما اقدرش اعرف لو عندي المعطيات دي كلها هعمل زي ما فلانه عملت ولا لا. فدي حاجه ما اقدرش اجزمها الا لما ابقى كده، يعني لما ابقى زوجه واتحط في المحك ده، ساعتها اتصرف بناء على منطقي واللي انا حاساه. انما دلوقتي وانا ما اتجوزتش ولا حاجه ولا اي حاجه، بقدر احسب لقدام كيف هيكون شكل العلاقه. اقدر احسب لقدام ان انا احاول على قد ما اقدر ما افشلش، احاول على قد ما اقدر ان انا افضل ناجحه، بس ما اقدرش اجزم بحاجه انا ما اعرفهاش. من الماما هلا خاضت تجربه فيلم وش اجرام، وبعد عم بتفكر تتابع، وين بتشجعيها بهالمطرح تتعوضي عن الذنب اللي لا بصي خلاص بقى الذنب خلاص بقى انا خلاص قطع بسرعه بتسامحي حالك؟ لا انا دايما حتى كان عندي رد حالك منها. طبعا انا دايما لما كانت هي تقوم، هي ماما مش بتسكت برضو، انا ضحيت اقول لها الام تضحي، طب معروف الام لازم تضحي، يعني امال ايه؟ امال تبقى ام ازاي؟ بس انا قصدي انه انا نفسي يعني شويه، حتى صاحبتي قوي قالت لها الجمله دي، بتقول لها انا مش عارفه انا اللي بنتها ولا هي اللي بنتي. فنوها صاحبتي قالت لها انتوا لما بتكبروا من غير ما تاخدوا بالكم بنبقى احنا اهاليكم، بنبقى احنا ابوكم وامكم. فانا امي بتمنى لها انها تعمل حاجه حلوه جدا وراضياها. انا عمري في حياتي ما اتاثر باي حاجه، بس ما نفسيش ان هي حبها انها ترجع تشتغل تعمل اي حاجه وخلاص، لانه انا بشوفها اكبر بكتير من اي حاجه صغيره ممكن تعملها. يعني لو نرجع بالزمن لورا، ماما رح تربي منا بنفس الطريقه ورح تعمل نفس التضحيات؟ لو رجع الزمن تاني وقالوا لي تشيلي ايه وتحطي ايه، هختار كل حياتي زي ما هي، مثل ما هي، زي ما هي. لان برنامجنا الكاريكاتوريست انطوان غانم بيجسد العلاقه بين ضيوف او بياخذ جزء من الحديث وبيفرشينا هي برسومات. عندكم محلل نفسي صح؟ عندنا كل شيء. هلا خلينا نشوف رسم الكاريكاتوري سوا. ونطلب تعليقكم عليه. عم تشوف شيء واضح انه في ضغط من الوالده على منا، في طرق على الباب يا منا، وفي انت فين وعامله ايه وهيدا الفيلم لا وعملي هيك وما تعملي هيك. انا بعمل كده. منا هون ماما. ماما بتعمل حاجه كوميديه جدا. انا الاول كنت بتضايق جدا، دلوقتي بقى بلاش فضايح. ليش هالضغط كله؟ ليش هالضغط كله؟ ما انا هقول ايه اللي كانت بتعمله اصلا. انا ممكن ابقى قاعده في البيت انا لو ما عنديش شغل ومش عند حد من صحابي في البيت ما بنزلش، بفضل قاعده في البيت. فممكن ابقى قاعده في البيت ثلاث ايام، يعني مانيش مثلا مش في البيت. اول ما انزل من البيت الاقيها بتكلمني، انت فين؟ يا ماما انا لسه نازله من البيت، رايحه فين؟ اقول لها مثلا رايحه اعمل مشوار وجايه، طيب ماشي يلا باي باي. تقفل ساعتين، انت فين؟ اقول لها يا ماما انا في مشوار، في اوقات بقى في ميتنج، ماما انا في ميتنج. طب طيب 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 باي 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 باي. تقفل. نص ساعه، منى انت فين؟ اقول لها يا ماما انا في الميتنج، تقولي كل ده في الميتنج؟
اقول لها ايوه يا ماما، تقولي طب 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 يلا باي 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 كده. اول فيلم عملته في حياتي الساحر، كنت مثلا بصور 20 ساعه في اليوم، وهي والله فنانه يعني الست. اقول لها يا ماما ايه ده انا لسه بصور، تقولي ايه ده، يقول لهم تعبت يلا وتعالي. زيزي مصطفى هيدا يعني قلة ثقة ولا هيدا خوف؟ لا 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 لا، بصي أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا في أول حياتي مضيت بطولة في فيلم اسمه أختي، بطولة الفاضلة نجلاء فتحي والله يرحمها مديحة كامل وأعوذ بالله من قولة أنا، ومضوا معايا بطولة فيلمين، أنا بروح أرقص وأقبض الجنيه أو الاتنين جنيه وأمشي 10 دقايق ربع ساعة 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 ونص، التمثيل قاتل. قالوا لي بقى تعملي بطوله فيلم، اترزع في الاستوديو بالعشر ساعات، قلت لهم لا خلوني رقاص انا مش عايزه امثل. بس بعدين عارفه الظروف ليش هالقد بتقلق؟ لا يعني ما اشتهاش قوي يعني انا كنت بمثل كنت بمثل بدلال يعني انت عارفه يعني في السكه يعني لما يقنعوني يعني ما كنتش لما وبعدين اقلق بنتي 20 ساعه ما كلتش ما شربتش قلق مش قله ثقه خالص خالص. كلتي كلتي اكلك قليل هيئته؟ عشان هيك بس لكن قله ثقه لا انا بس ضغط زياده، هذا الضغط احيانا بيوتر الشخص اللي انت مهتم بيه. بصي يعني. انا مربيه ولد في صوره بنت جدعه مش خايفه عليها بس لا لا انا مش خايفه عليها خايفة الا عليها. من نفسها من منا خايفه عليها من نفسها لانها مصدقه ان كل الناس في طبيعتها بس هو ده اللي انا خايف عليها منا. مظبوط هذا الحكي؟ ما هو ما حدش طيب هيقول على نفسه طيب خالص. لا بس طيب بس انه هذا الشيء بيوعك بمطبات بيعلمك بعدين انه في مطرح في خلل. بصي اصل انا ده يعني هي برضه غصب عنها ان هي نفسها تختبر لي تختصر لي خبرات حياه طويله، يعني نفسها تقعد تقول لي هي السنين دي كلها ايه اللي كان حاصل وايه اللي بيحصل، وانا عذراها في ده، بس انا كمان من نفسي انه البني ادم عمره ما بيتعلم الا لما هو اللي بيقرر انه ايه اللي بيحصل وايه اللي ما بيحصلش، هو ده العلام من اخطائه يعني. بالظبط. نعم. على كل حال انت عشتي بالافلام اشياء ممكن كمان تساهم نوعا ما بتربيتك وبرجلجه شخصيتك بمطارح كثير بدون ما تشعري. عشتي كمان ادوار مهمه كثير الى جانب مخرجين مهمين كثير ومنهم الراحل يوسف شاهين. الحمد لله. خبريني عن يوسف شاهين، عم تشوف صورته هنا على الشاشه. الله يرحمه. من يوم من ساعه ما قلتي له انا ما بفهم افلامك لغايه ما قلتي له انا حنام تحت المكتب. لا هو انا صحياني بدري دايما لما بيبقى عندي اوردر، عمري ما بصحى بدري وانا ما عنديش شغل الا ممكن نادرا شويه، ممكن ريلي اصحى بدري لو انا حابه يعني. فكلمني استاذ جابي خوري قال لي انه انا عايزك في مكتبي الساعه 10 الصبح او 11 حاجه كده، فقلت له انا ما بصحاش 10 الصبح. قال لي يوسف شاهين عايز يقابلك، قلت له انا هبات تحت المكتب. فاللي حصل اني صحيت طبعا ورحت قابلت الاستاذ، وكان دايما كنت حتى بقول انه يسرى علمتني انه النجوميه تواضع، ان كل ما بيكبر قيمتك كل ما لازم تبقي متواضعه واكثر ادميه وانسانيه، وكمان امي علمتني ان من تواضع لله رفعه. طبعا استاذ يوسف عظيم، ده حاجه يعني مما لا شك فيه ان الراجل ده عظيم، وقد ايه كان متواضع حقيقي، وقد ايه ما كانش يعني كان راجل معطاء جدا ودمه خفيف جدا ومش طاووسي النزعه يعني، لا خالص بالعكس، يعني كان شخص لطيف جدا تحسيه قريب من قلبك، تحسي انك يعني تعرفيه بقالك كتير. فهو لما قعد معايا قال لي شفتي افلامي؟ قلت له ما بفهمش افلامك. قال لي يعني حماره؟ قلت له انا وناس كتير. فهو قعد يضحك وكان لطيف جدا، والله يرحمه حقيقي حقيقي كان عظيم على الصعيد الانساني والفني صراحه. مين بتشبه منا بالروح اللي عندها؟ يعني واضح انه بسيطة وتلقائية وبتقول كل اللي بقلبها على لسانها. مين بتشبه من العائلة؟ من عائلة هي اللي تقول. ميكس بين امي وخالتي يمكن. بين امك وخالتك؟ بس انا شبه امي في حاجات. بس انا مش عايزة اقول كده. تجربتها مع شاهين كيف حسيتيها لما عاد بالبيت؟ يعني جيت على البيت كيف شكلها كان لما رجع من المقابلة؟ لا انا مع انا على فكرة في حاجة قبل ده حصلت. فانت عمري هو كان راح يتفرج على الفيلم، انا كنت قاعده، هو كان قاعد الكرسي اللي قدامي في العرض الخاص، في مشهد منى عملته وجعت قلبي واللي هي خدت ابنها ومشت في ايه، وما انا كنت هسقف عامله ايدي كده هسقف يعني وبعدين قمت بصيت كده حسيت دي بنتي، لقيته هو مسقف، راحت الصاله مسقف.
بعد الفيلم كنا راكبه انا ومنى، هي مش فاكره الحوار ده، واحنا نازلين كلمها في التليفون واحنا راجعين من العرض الخاص، قالت له حضرتك بتقولي ان انا، قال لها انت كويسه قوي يا منى. هو ما يعني حتى ما قالش يعني، هو ما عرفش اسمي. قال لها لما طلع قبل كده، سوري، لما طلع مع عمرو خفاجه كان في قناه، كان بيعمل برنامج من 3 سنين، فقال له مين دلوقتي من الجيل ده بيعجبك؟ قال له البت اللي عملت انت عمري كويسه قوي. بالظبط كده. يعني بس لما رجعت من المقابله كان الماما ما كانت عارفه انك رايحه تشوفيه؟ لا كانت، اصل انا في شغلي مختلفه شويه يعني، انا في يعني انا بقول كل شيء، مش ما بقولش، لا بقول بس ايه، بقول كل حاجه يعني، باخد ما بفرحش قوي يعني، بفرح قوي لما احس ان انا اقتنعت وانا بمثل مثلا، اعمل شوت حلو بفرح قوي، بس ما بفرحش قوي في حاجه. على كل حال رح ناخذ بريك ونتعرف بعد زياده عليكم بالمواجهه. محطة المواجهة، نبدأ معك ست زيزي. طبيعة العلاقة بينك وبين منا، طبيعة خلافية أو طبيعة توافقية؟ بصي، إحنا أصحاب قوي وأوقات نختلف، بس ما توصلش المشكلة يعني أقصى ما يحصل إن نختلف ونتخاصم يومين، ده أقصاها يعني، أتقمص أنا وأنا اللي عادة بتقمص مش شيء. منا تمردتي على هالخنقة اللي جسدتها الكاريكاتير اليوم؟ تمردتي؟ لا كبرت، هي وانا صغيره فاكراها خانقه، لما كبرت لقيتها خوف فقبلتها. ممكن بعد تضحي باشياء كثير لاجل منا، او برايك منا هلا لازم تتفهم الامور كلها؟ اضحي عشان منا؟ حتى هلا بمشاريع التمثيل مثلا القادمه؟ لا، انا ممكن اضحي بعمري كله عشان منا. منا في حديث عن انه ممكن تعملي دور الفنانه الراحله سوزان تميم بفيلم عنوانه قطة وأربع ذئاب، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا اتكلمت حتى في انترفيو اللي عملناه في مصر في البرنامج، إنه أنا أولاً ما تعرضش عليا الفيلم خالص، ثانياً إنه سوزان تميم الله يرحمها عملت عمرها الفني أغنية أو أغنيتين، فبالتالي ما فيش تاريخ فني الواحد يتكلم عنه، والتاريخ الإنساني من الواضح إنه صعب جداً نتكلم عنه، بلس بلس إن أنا شايفة إنه الله يرحمها أن فول ستوب يعني. طب يعني اذا القصه تزبطت مثل ما لازم ونحكى بالتفاصيل، ما اقدرش اعمل كده، ترفض هالشيء؟ لا ما اقدرش اعمل كده، ترفض العرض؟ ما اقدرش اعمل كده. خلينا نشوف. على كل حال الماما زيزي مصطفى سالت منا، شو سالتها؟ ماما حبيبتي، مش عارف اسالك ولا سؤال طبعا، بس اقول لك، غير الجواز والخلفه طبعا، غيرك نفسك تشوفني عروسه وام وكده، نفسك اعمل ايه تاني يعني؟ انا نفسي امنيه حياتي ان انا اساعدك على قد ما اقدر، وانك تبقي فخوره بيا جدا، فنفسك اعمل ايه عشان تبقي فخوره بيا؟ ونفسك ايه الادوار اللي اعملها عشان وانت تتفرجي تحسي انك مبسوطه مني؟ ونفسك اعمل ايه في حياتي عشان تبقي فخوره بيا؟ ده سؤال نفسي اساله لك. نفسي طبعا اشوفها احسن واحده في الدنيا، نفسي اشوفها على حياه عيني ام، ونفسي اشوفها بتاخد الاوسكار. الله يخلي لك اياها. خلينا نشوف سؤالك هالمره شو كان لمنا. يا ترى لما هتبقي ام، ايه اكتر حاجه مش هتعمليها مش عاجباكي فيا؟ طيب انا ههرب من السؤال ده وهقول ان انا لسه قايله دلوقتي حالا ان انا ما اقدرش اعرف انا هعمل ايه الا لما اتحط في الموقف، لما اتحط في الموقف اقدر اعرف انا هعمل ايه، بس انا اعتقد انه ما فيش احلى منك ام في الدنيا، فاعتقد اني هعمل زي ما بتعملي معايا بالظبط. بس منا بتعرفي ان احنا كلياتنا بنقول انه احسن ام في الدنيا واحسن اب في الدنيا، بس ما بيمنع هالشيء انه في امور ممكن حتى نقلن عنا بتزعجنا فيهم احيانا. لا بصي، اصل انا ممكن ابقى دلوقتي من ارض حره، مانيش ام، فاقول انه يمكن خوف زياده قوي،
يمكن بتخاف عليا بزياده جدا، فانا بتضايق مش عشان هي بتخاف عليا، بتضايق عشان هي ممكن تعودني على طريقه حب تمرضني بعد شويه، ما الاقيهاش من جوزي، ما الاقيهاش من بقيه اهلي، فحس ان انا عندي دروب كبير. انما في الاخر امي بالنسبه لي مثال العطاء والتضحيه بجد، ومش عشان انا في برنامج بس، يمكن علشان احنا في الحياه ما بنقدرش نقول لبعض كلام حلو كتير، وما بنقولش لبعض كلام وحش خالص، عشان بس ما تخشيش بس انتي معانا في الموضوع. بس الفكره كلها ان امي فعلا عملت كتير قوي عشاني، في اللي انا كنت بشوفه كتير لدرجه هي كتير عليها، يعني مهما كنت بتحبيني لا شوفي نفسك اكتر شويه، لانه في الاخر ممكن تطلبي مني اثر تضحيتك دي حاجات انا ابقى ما اعرفش اعملها لك، وفي الاخر انا اكيد نفسي تبقى هي احسن ست في الدنيا واسعد ست في الدنيا. طب لو وصلنا لعندك، لو في اي شيء ممكن برايك تغيره منا بطبيعتها او بطباعها، ممكن هذا الشيء يحسن لها من حياتها، شو ممكن يكون الشيء اللي ممكن تغيري فيها؟ أقول لها حبي منا. حبي منا، ما بتحبيش منا يا منا؟ لا ما بتحب، يعني بتحب الآخرين حواليها أكتر منا، عايزاها تحب منا، تحب منا مش تتغر منا، ودي في فرق بين الغرور وبين الحب. الحب لما بتحبي نفسك بتحبي الآخرين جدا، بس هي بتحب الآخرين من غير ما تحب نفسها. ليه بتحب الآخرين أكتر من حالك؟ لا مش أكتر من حالي، أنا بحب حالي بس مش بحب حالي بالشكل اللي هي تشوفه كافي، بس انا بحب حالي طبعا. بحب الاخرين، بحس انه الشكل اللي بتشوفه ماما قبل كيف هو، عم تقولي مش بالشكل اللي هي بتشوفه. لا هي بتشوف ان انا ممكن افيد الناس اكتر ما افيد نفسي، بس انت حتى هتلاقي انه ان انت ممكن تنصحيني احسن ما تنصحي نفسك، فايس فيرسا، انا هنصحك احسن ما انصح نفسي. هي اجمالا حب الذات بيكون اوسع من هالنقطه لحالها منها، يعني حب الذات بيكون اوسع من النقطه المحدده اللي حكيتي عنها، ما هو يعني ببين باشياء كتير تانية كمان. ايوه بس انا بحب نفسي بالشكل اللي مخليني حاسه انه تمام، بس ممكن جدا ابقى لازم احب نفسي اكتر من كده، بس انا حاسه اني تمام. خلينا نشوف طلبك لماما شو كان. اطلب منها ايه؟ تهدي اهدي. مين النجمه؟ اهدي يا ماما شويه، في طلب يعني. هي قلقي عليها وخوفي عليها، بتقولي اهدي ماما اهدي عشان اعصابك. انا بقلق لان بقت الحكايه خاف عليها بالليل دلوقتي وهي ماشيه بالعربيه، اخاف عليها من يعني في حاجات تخوف مش منها، من الـ بقينا كده يعني، بقينا ما حاجه تقلق يعني. طب لو منا سالتك او لو سالناك الرجل اللي ينفع منا كراجل وكزوج، شو هي ثلاث صفات اللي لازم تكون موجوده فيه؟ يتقي الله بنتي يبقى احسن راجل في الدنيا. بس في صفات ايام بتكون محدده اكتر. ما هو اللي بيتقي الله هيبقى راجل وجدع ويحتويها ويخاف عليها احسن من كل حاجه في الدنيا. منا لو خيرك حبيب المستقبل بين فنك وبينه، هرد رد اللي لسه ردان، انا ما اقدرش اعرف الا لما يخيرني. ما تقدريش تعرفي، بس في تصور اكيد بيكون للانسان، يعني انت حبيتي بتعرفي كيف بيكون شكل الحب، بتعرفي قد ايه واحد بيتاخد وقد ايه بيضحي. بصي هو هيبقى صراع رهيب بين عقلي وقلبي طبعا، بس الفكره كلها في انه والله لما بستهبل انا ما اقدرش اعرف، صدقيني ما بقدرش اعرف، صدقيني. مع الجواب رح نختم المواجهه، بريك ونعود. ستاند باي اكشن. اسمها غوما، ما بكون مغمى عليك غوما كمان غوما بتضلك مغمى عليك. بتخيل وحياة اما اكشن. هلا المهم سبع تنعام. بحلقتنا بنرجع بنشوف الكاريكاتير عن جديد، وخلينا نشوف هالمره كاريكاتير تاني خلينا نشوف شو اختار الكاريكاتيريست انطوان غانم انه يجسد هالمره، نشوف ونسمع تعليقاتكم. ها خير ربنا يجعله خير. ده انا الغلبانه دي طبعا. ده انت
ايه بقى؟ شالتي سوري ماما، سوري لا لا مصري اكيد. سوري لا لا مصري اكيد. سوري لا لا مصري اكيد. ده العريس؟ لا طبعا. العريس لازم يبقى مصري؟ لا مش شرط، ده النصيب. مع منى قلت كتير بالحلقه سوري ماما سوري ماما، علشان بقطعها في الكلام فبقول لها سوري. ليه بتقطعيها على قد الكلام؟ عشان انا ببقى عايزه اتكلم. لا ما انا عايزه افهم مين الرسم ده واللي قبليه. كاريكاتيريست اطوان غالبا. انا عايزه اقول لك هلا بتقولي دلوقتي يعني. بتقولي ايه اللي فات ده كان لطيف جدا، قلت لها بس دي حقيقه ان انا هتقدم بقى السنه الجايه اعمل كده بقى شايف يلا يا كلبه. بس قلت لها فكره لطيفه او حلي بفكره كويسه. بس بدي ارجع على السؤال، في مشكله اذا كان العريس مش مصري؟ لا طبعا. بصي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، في اشياء ماليش فيها النصيب بقى وانها تحب. لا لو لو نصيبها فين وحبت فين في اي حته طبعا. ما هقول لك حاجه، ام جده اخواتي قالتها لي، اخواتي مامتهم مش مامتي، جدتهم بقى قالت لي حاجه، قالت لي احنا كنا بنقعد في البيت ما حدش بيشوفنا غير ابونا وامنا، وكان يخبط علينا النصيب ويجينا حقيقي زمان يعني. حقيقي. بس بدي ارجع لنقطة، يعني كان عندك مشكلة مع الفنان السوري تيم حسن وكتب عنك كتير؟ بالعكس، عايزة اقول لك نوع من الخناقة بيناتكم خالص اتأخرتي؟ مش حقيقي خالص، وده من ضمن برضو الحاجات اللي بتتكتب مش صح. اولا تيم بني ادم مهذب جدا 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 جدا، واحنا اعتبرنا بعض اصدقاء حقيقي، وفنان كتير محترم وكتير مجتهد وشخصية قد كده لطيفة، وأنا كنت من أول الناس اللي كلموا دكتورة لميس جابر وقلت لها أرجوكي دي نمرة تايم حسن عشان أبارك له على الملك فاروق لأنه بجد كان هايل. ولما جالي الفيلم اللي هو عمله أنا كنت مبسوطة أن أنا هعمل مع تايم فيلم، بس اللي حصل اختلاف مع مش حتى مع الشركة المنتجة، أنا كنت متفقة على وقت معين أن أنا مش هصور قبل 1/6، فاللي حصل ان هم خلصوا بدري فكانوا عايزيني اصور 25/5، وانا كنت ساعتها بعمل فيلم اسف على الازعاج بتاع احمد حلمي وخالد مرعي، اخراج خالد مرعي، فما كنتش هينفع اعمل كده خالص لانه كان الفيلم كان محتاج لوك تاني خالص ومذاكره تانيه خالص غير الفيلم ده، فبالتالي ما وفقناش. بس اتكلمنا انا وتيم واتفقنا انه لما يجي بقى عمل تاني ان شاء الله هنعمل مع بعض، وعملته نور مريان وبالعكس يعني ما فيش اي حاجه. مدام زيزي مصطفى شو رح نشوف لك بعد هلأ أعمال؟ لما يجيني عمل كويس بإذن الله أعمله، بس أنا الحقيقة دلوقتي مستكفية أن أنا بتفرج على منة، يعني يعني مستنية بقى أعمال منة. خلينا نشوف دكتورة مكبرنا دكتورة تريز ورد مع فريق الأعداد وانطباعاته شو استنتجوا عن الشخصيتين. أوكي. حنبلش بمدام زيزي. شعور بالذنب قاتل لا يزال طاغي، تحول لاهتمام خانق بمنا. راقصة ناجحة وجذابة جدا، ولكن داخلها صراع حاد بين حبها لمهنتها وخوفها وخجلها من الإغراء، دفعها للانحجاب والحجاب والاعتزال. الأمومة كانت السبب المباشر لحسم الصراع قديم وطويل. الست زيزي بتعاني من ماضي تقيل شوي مخليها مش مرتاحة كتير مع ذاتها. أسقطت على منا حلم الفن ومشكلة الجسد وحاولت من خلالها تعويض على عدم نجاحها كممثلة. أنا قلت قبل ما تحللي إن أنا اتعرض عليا وعندي عادين بطولات فيلم، قلت لك بتخنق جدا مش التعويض. أنا كنت بمثل لما يعني نور الشريف موجود واسأليه الأستاذ نور يعني في دائرة الانتقام زيزي عشان خاطر إنتاجي تعالي اعملي معايا دور. الأستاذ عادل إمام في واحدة بواحدة هو اللي مكلمني شخصيا، زيزي عشان خاطر تعالي في الفنكوش. يعني في حاجة أنا في حاجة بس عايزة أقولها، إنه أمي ما عوضتش بيا فشلها في التمثيل، أمي ما فشلتش في التمثيل، أمي كانت بتحب الرقص أكتر بكتير من التمثيل، وعايزة أقول لك إن أي حد بيشتغل مطرب أو بيشتغل أو بيبقى رقاصة بيشوف إنه هما متدلعين أكتر مننا، يعني إحنا بنقعد ممكن نقعد 6 ساعات مستنيين جنريتر على ما يجي. فاهمه؟ تبقي عامله ميك اب وقاعده مستنيه مثلا مولد، تبقي مستنيه الطفل نام فلما يصحى نبقى نصور.
مع اصل فلان عنده اوردر تاني فلازم نستناه علشان لما يجي. فالتمثيل مهنه مرهقه جدا اكتر من الرقص، طبعا فن مرهق جدا وكل حاجه، بس التمثيل محتاج صبر ممكن جدا ما كانش يبقى عندها في الوقت ده. منا وصلنا لعندك، فيني زيد جبلي من عندي قبل ما اقرا اللي مكتوب؟ ايه فيني زيد جبلي من عندي قبل ما اقرا اللي مكتوب؟ زيدي. انت بتنفعي محامي دفاع. انا عايزه اقول لك، طب اقول لك وحياه ربنا، انا كان قلت لو مش همثل لا بكل الحلقه اسم الله عليكي يعني. اه لا 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 ورا بعضهم ورس ورا بعضهم وما حجج يعني، ما حجج ومنطق وتسلسل منطقي. خلينا نقول الدكتوره شقالت ممثله ناجحه جدا، حزن دفين تخفيه بقوه الكلام، نجاح باهر نتيجة تحدي لماضي معذب قد تكون ترفضه منا. وبتقول إنه فتاة ناعمة وممثلة موهوبة بعيدة كل البعد عن صورة المرأة الإغراء أو المرأة الجسد. منا ضحية تخلي والدتها عن مهنتها بسببها، ضحية حب واهتمام والدتها زائد شوي كتير، وأيضا ضحية ماضي إما الطاغي عليها. طلعت ضحية خالصة بصورة الراقصة. بتقول إنه ومع ذلك هي هلا بتبدي فخر بإمها وبنجاحها. بتقول دكتورة إنه أنا بقول لمنا إنه جمالها الروحي والجسدي هو ثمرة كل هالمعاناة، كل هالقصة الحلوة. شكرا شكرا شكرا. موافقة؟ موافقة. ما في مرافعة يعني؟ بس في مرافعة. ما كانش عندها. سوري لسه كنت هقول. ما عنديش، ممكن يبقى في جزء كبير صح، مش هقدر اقول لا عشان ما بقاش كدابه، بس انا ما عنديش معاناه رهيبه في طفولتي، بس يمكن انا معاناتي اللي انا كنت مدركاها جدا ان انا شخص حساس زياده عن اللزوم. هي بصي انا منى ما عندهاش مشكله يعني، كانت بتشوف باباها وبتشوفني وكله. حقيقي الانفصال ممكن يعمل حاجه للطفل ده يعني جواه، هي ممكن هي دي نقطه التعذيب بتاعه الطفل، ان ما بتقومش الصبح تلاقي باباه. بس لكن غير كده لا، المساله البديهيه الطبيعيه بس لا دي مساله يعني، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن انا اصدق فيها الحته دي. بس احنا على كل حال هلا بدنا نختم حلقتنا مش بالحزن ابدا، بالفرح وبالحركه. لا لا بعدنا عن الحديث، لا عم بقول الحديث مجرد حديث. تبقي قاعده زي القمر، مجرد العنوان. انت محامي رسمي، انت تبقي قاعده قدامي وانا بقى حزينه ان انا بقى حماره والله. بجد كثير حلوه منك، ميرسي ميرسي. رح ننقل للمشهد الراقص من جديد والحركه مع اليونور. بدي اتشكر كثير حضوركم معنا الليله، شرفتونا ونورتوا الاستوديو وكبرنا. الساحه لاليونور، تفضلي اليونور.